Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course don't forget to subscribe. Welcome back. I hope you guys are doing all right and may you stay blessed. So today I'm going to be reacting to Surah Ar-Rahman. I can't pronounce his name, by someone amazing, I guess. So without wasting time, let's get into the video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
إكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما
تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور
مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. A big shout out to the person that suggested this. I wish it actually had subtitles. Hopefully that can be added when it's posted on YouTube. But I'm sure people are very, very familiar with this surah. I've actually reacted to it, or we've actually reacted to it. Although I did have to get a translation while watching the actual video. What I get from this is, first of all, I'd love to ask, is anyone sane enough to actually deny that this is not God's creation, or not acknowledge God's creation? And then I was thinking this entire time I'm watching this about what the video actually means, or what I'm picking up from the message that's being put out there. What I actually get is that it's praising God's creation. Not only is it praising, it shows us different aspects that, and the marvelous things that God has actually created. How can you not acknowledge that those things are by God? It's insane. Look at, depends where you stay. When you go out there, just the way the landscape is beautiful, that couldn't be man-made. Look at ourselves. I feel like humans are actually the greatest creation. I mean, God has some good creations out there, but humans for me are just wow. That one, I really, really think it's a wow factor for me. And nature is something that's nice. Other than nature, look at what's in nature. Other than humans, that is, there's beautiful plants, all sorts of creatures, ants, horses, different animals that exist out there. And we haven't even seen it all, because sometimes we're confined, or we're like just in one place. We should go out there and appreciate God's creation. That's what, for me, I was getting from this. And I don't know if you guys are getting something else from this. If you want to go deeper and talk about something else that was recited, feel free to set the conversation down below. I'm always eager to hear what you guys have to say, and always welcome your suggestions of what we should react to next. So drop the link down below. I'll be more than glad to react to it. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.